أعزائي الأهل ومقدمي الرعاية، نرحب بكم في فيديو آخر لمدرستنا فيريفال هاي سكول. وفي هذا الفيديو سوف يتم تبسيط لفهم التقرير المدرسي التي تقدمه لكم لكل الطالب. في البداية ستشاهدون النقاط الرئيسية التي سوف تبين مستوى العلمي لكل الطالب. في السطر الثاني سوف تجدون اسم الطالب وكذلك فترة التقرير، ما يسمى بالفصل الأول، والمدرسين الذي يدرسونهم المادة. كما ستجدون في هذا السطر أيضا عدد الغيابات أو عدد الحضور للطالب. فإذا وجدتم صفر هذا يعني أن الطالب له دوام كامل في المدرسة، وإذا وجدتم واحد أو اثنين هذا على عدد الأيام التي غاب فيها الطالب. أعزائي الأهل، في السطر الثالث أو الجدول الثالث ستجدون فيه الأنشطة الإضافية التي يقومون بها الطلاب داخل المدرسة أو خارجها، كزيارتهم مثلا إلى إستر شو، وكذلك ستجدون المستوى العلمي الذي يحصل فيه كل طالب، وهذا يبين لكم الجدول الأزرق فيبين لكم الطالب درجاته من A to E. مثلا A تعني هي المستوى العالي أو الامتياز في تحصيله العلمي. أعزائي الأهل، وكذلك ستجدون في الجدول الرابع يبين التقرير الفردي لكل مادة يدرسها الطالب في مدرستنا. فمثلا ستجدون في درس الرياضة والهيلث، ما يسمونه بالصحة الشخصية البدنية. في هذا الجدول الخامس ستجدون أن الطلاب في المرحلة 11 و12 يدرسون، فإذا كان لكل مادة يدرسون درسين في الأسبوع فهذا يعني أنهم يأخذون 6 حصص، وإذا كان لهم درس واحد فهذا يعني أنهم يأخذون 3 حصص في الأسبوع. وكذلك ستجدون في هذا الجدول الدرجة التي يحصل عليها الطالب ومستواه نسبة إلى المستوى العام للصف، وكذلك مستواه في الأعمال التي قدمها في الدرس. وفي نهاية هذه السطور التي يبين فيها الدرجات ستجدون هناك ريبورت يبين ماذا يقوم الطالب وما تشمل هذه المادة بالتفصيل. كما ستشاهدون في الجدول السادس ستشاهدون الشاشة يبين لكم المستوى الدراسي لكل الطالب أو الجانب الدراسي، ستجدون فيها من O إلى L، وهذا يعني O كما قلنا لكم outstanding يعني نرمزها ب A to E، وتحته ستجدون المدرسين سوف يبينون لكم مدى هو نشاط الطالب في كل مادة أو في كل درس، فيبدأ من C to R. C تعني دائما، ويوجوالي تعني في بعض الأحيان، وإس تعني دائما يحبون المدرسين لتذكير الطلاب لتقديم ما هو أفضل في اليوم الدراسي. وفي الجدول السابع ويبين فيه تقييم المدرسين لكل الطالب، فتلاحظون ماذا يحتاج الطالب لرفع مستواه العلمي للفترة القادمة، وما هي الدروس التي يستطيعون الطلاب لتحسين وضعهم العلمي. وفي الجدول الثامن نبين لكم إذا كان لكم أي سؤال أو مشكلة لفهم هذا التقرير يمكنكم الاتصال أن تتصلوا بالمدرسة على 9604-3118. كذلك نستطيع أن نقوم بحجز موعد لأي مدرسة قد تشعرون بأنكم تحتاجون إلى توضيح أكثر، وشكراً.